نتيجة الأعمال الشراكة والتفاهم بين الهلال الأحمر العراقي والهلال الأحمر التركي، قام الهلال الأحمر التركي مشكورا بإهداء ألف كروان إلى الهلال الأحمر العراقي نتيجة رأس العوائل النازحة نتيجة العمليات الإرهابية التي تحدثت في العراق. هذه الوجبة 500 كروان، على أن يدفعها 500 كروان آخر إن شاء الله. الهلال الأحمر التركي مساعدات قيمة في جميع مناطق العراق في الشمال والوسط والجنوب، لها دور مساعدات كثيرة في كل محافظات العراق، ودورنا نشكر الهلال الأحمر التركي نيابة عن الشعب العراقي وعن منتسبي ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر العراقي والسيد رئيس جمعية الهلال الأحمر الدكتور ياسين المعموري على هذه الأعمال السخية، ونشكرهم إن شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا. أحمد الجبوري مدير إدارة توارث الهلال الأحمر العراقي.